مشاهدين وصلنا إلى فقرة بذرة خير من هنا من مدينة عدن. معنا الأخت أم خالد، حياكم الله يا أخت. الله يسلمك. الله يبارك فيكم. كيف الوضع معكم؟ الحمد لله، اللهم له الحمد، مستورين الحمد لله رب العالمين. أيوة. عملكم بالضبط أي شو اللي بتعملوه؟ صلح خبز. أيوة. سبايا، بنت الصحن، خمير، الشموط الملوق، يعني أنواع المخبوزات. أنواع المخبوزات كلها؟ أيوة، ما عدا الكعك. ما عدا الكعك، بس يعني صناعة محلية. أيوة. مش فرن ولا حاجة. لا لا، بالموفى وبالتنور. يا سلام. كم لكم في تشتغلوا في هذا المجال؟ لي من يوم توفى زوجي 2015. 2015، وكيف الشغل معاكم؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك. يعني ما فيش مكان مخصص تبيعوا فيه؟ لا، زبايني مدرسات، دكاترة، مستشفى الجمهورية، المدارس. تتصل بالمدرسات تجي تشيل حقة من هنا وتروح. أنا أول ما تحجز سوي لها، تجي تشيل سامانة يعني بالكمية يعني على الطلب، 500، بألف، بألفين، كم ما يشتو أسوي يعني على الطلب. على إيش المواد اللي تصنع فيها هذا المرة؟ يعني بالدقيق، بالزيت، بالأنواع الدقيق، يعني الذرة، الدخن، الشعير، البر، الأبيض، كل دقيق يعني نسوي به حاجة. حاجة معينة. أيوة. يعني بس الأشياء الأساسية هو الدقيق والحبوب يعني بشكل عام. أيوة. والزيت. والغاز. والغاز. أيوة. الغاز بيستهلكوه كثير. يعني. أيوة. الحمد لله. نحن طبعا في البرنامج نحيي مثل هذه الأمثال الجميلة والناس اللي هم يعني بيشقوا من على جيبينهم من أجل يعني أسرهم أولادهم كذا. لله نكافح مشان أولادنا. صح، هذا كفاح وجهاد وأجر دنيا وآخرة إن شاء الله يا رب. الله يوفقكم ويعينكم إن شاء الله. أختي أم خالد، لو سمحتوا بس بروح يعني مشوار بسيط وارجع لكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم. طبعا معنا الأخت أم خالد من النساء المكافحات في ظل الظروف الصعبة هذه. طبعا لها فترة تجيد صناعة الخبز بأنواعه يعني. أيوة. أخت أم خالد، شيء من البرنامج بسيط يعني دعم لكم للاستمرار في هذا هذه المكافحة. جزاكم الله خير إن شاء الله. ورزقكم الله عز وجل. الله بيجازيكم خير. الله يحفظكم. أخذنا لكم دقيقة بيض وأحمر وزيت وملح وسمن. وباقي الحبوب الصراحة مثل ما قلتوا أنتوا إنه صعبة. أيوة، الذرة والدخن والهند ما يتواجد إلا يعني بصعوبة. بصعوبة. الله خير. الله يبارك فيكم. وهذه 35,000 تشتروا بها الحبوب والأشياء المتبقية. الله بيجازيكم خير إن شاء الله. الله يحفظكم ويعافيك. هذه 35,000 اشترينا المواد، وال45 تشتروا بقية الحبوب والأشياء اللي تحتاج إن شاء الله. الله بيحفظكم. الله يحفظكم. كلمة أخيرة تود تقولها ولا شيء؟ نقول شكرا وجزاكم الله خير، والله بيجازيكم في عملكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. آمين وإياكم أنتم، والله يكرمكم ويرزقكم ويستر حال البلاد والعباد إن شاء الله. اللهم أعزائي المشاهدين، اليمن سيظل اليمن بإذن الله، وسنظل نرسم الابتسامة على وجه الآخرين رغم الدمار والحروب الموجودة. تابعونا.